السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سام السويدي. في البودكاست بعرض عليكم أهم الاحتياجات خلال فترة الانتقالات. تعليق من سدد مركات الشتوي. سدد الانتقالات الشتوي تنطلق من 22 يناير إلى 23 فبراير. ما هي احتياجات فريقك في الانتقالات الشتوية؟ أبغي أشوف تعليقاتكم. تعليقات متنوعة. تعليق من أخونا محمد الجسمي: متاحين في السوق في مراكز اللي تحتاج مشدة إيغور الظلحاني ومايد سرور. أخونا علي: الجمهور يطالب بثلاث مقيمين في خط الدفاع، تغيير مدرب، حل للاعبين الغير مرغوبين فيهم، تعاقدات مع مواطنين، تعاقد مع حارس أو إعارة بعض الحراس، ملف إعارة بعض المواطنين. أنا معك أخوي علي، ولكن فترة وايد قصيرة. نتمنى من الإدارة أنها تتوفق في فترة الانتقالات الشتوية وتتعاقد مع أهم احتياجات الفريق في هالفترة. فنكمل التعليقات. تعليق من وصيف العالمي: مدافع أجنبي لنادي العين، عدد ساعات قادمة. فبنشوف إن شاء الله. هذه كلها إشاعات. إن شاء الله إذا في أخبار رسمية راح أعرض عليكم من خلال البودكاست. فسألت من خلال منصة إكس: هل كريسبو هو المدرب الأنسب للمرحلة القادمة؟ بنسبة 89% لا. أهم احتياجات الفريق خلال الانتقالات الشتوية: قلب مدافع بنسبة 89%. إذا الإدارة أرادت تعاقد مع مدافع أي من الخيارات التالية تفضل: قلب مدافع أجنبي بنسبة 83%، لاعب أجنبي لم تقتنع بمستوى 49% كاكو، 45% أتزيلي. لابو رحيم ضمن التشكيلة تبغى ثلاث خانات للاعب أجنبي أي من خيارات تفضل: مدافع ارتكاز جناح بنسبة 38%، مدافع وسط جناح بنسبة 34%، في حراسة المرمى أي من خيارات التالية تفضل: 34% سلطان منذري، 31% كل من خالد عيسى، والتعاقد مع فهد الظنحاني. طموحات الزعيم هي المنافسة على كل البطولات، لكن ما هي أهم بطولة بالنسبة لك في هذا الموسم؟ بنسبة 76% دوري أبطال آسيا، 24% دوري أدنك للمحترفين. شكرا على المشاركة. منياتنا بالتوفيق لإدارة فترة الانتقالات الشتوية ولزعيم الكرة الإماراتية في التحديات القادمة. فالعناصر اللي اعتمد عليها للبطولة المحلية: التشكيلة كالتالي: في حراس مرمى خالد عيسى، في خط الدفاع بندر الحبابي، خالد الهاشمي، كوامي، إرك، في الارتكاز بلاسيوس، بارك، في وسط الملعب عمير الزيلي، أليخاندرو، روميرو، كاكو، سيفيا رحيم، في الهجوم لابا، كوجو. تقييم اللاعبين: بنلاحظ ان التقييمات العالية للاعبين الأظهرة بندر وإرك، الأجنحة عمير الزيلي، سيفيا رحيمي، لاعب وسط مهاجم أليخاندرو، روميرو، كاكو، والمهاجم لابا كوجو. لاعبين مستوياتهم او تقييماتهم متوسطه: لاعبين الارتكاز بالاسيوس بارك، ولاعب مدافع كوامي. صحيح انه ارتكب خطا فادح ضد الوحده، ولكن يعتبر من افضل مدافعين في الفريق. تقييم سيء لخالد الهاشمي. هذه التقييمات من سوفا سكور ومن موقع 365. تقييم سيء جدا للحارس خالد عيسى. لو نشوف باقي اللاعبين بنلاحظ ان عندنا مشكله في قلوب الدفاع من ناحيه مستوى اللاعبين، وعندنا نقص في هذا المركز. في حراس المرمى هم نفس الشيء. المدرب او الحالي والسابق اعتمدوا بشكل كبير على الحارس خالد عيسى، وما شفنا مستويات الحراس الثانيين. فعلى هالاساس يعني اعرض عليكم باللون الرمادي. ف ما نقدر نقيم أو نشوف مستويات الحراس الثانيين. هذه كلها تقييمات من مواقع رياضية. إذا استمروا خالد عيسى أو خالد الهاشمي أو أي لاعب ثاني، أتمنى له التوفيق. حاليا عندنا 5 لاعبين أجانب. بارك استبعد بارك لأنه لاعب أسيوي. رحيمي ولابا بعد استبعدهم لأنه من أفضل اللاعبين الأجانب. إما أتزيلي أو كاكو بيرحلون إذا الإدارة فكرت أنها تتعاقد مع مدافع أجنبي. فنفترض إذا الإدارة استغنت عن اللاعب كاكو، فشو الخيارات المتاحة للمدرب؟ عنده خالد البلوشي، محمد عباس. في الارتكاز يقدر يعني يشرك إما اللاعب تراوري أو بلاسيوس. إذا بلاسيوس لعب كلاعب وسط مهاجم، ففي الارتكاز عندنا خالد البلوشي، يحيى نادر، ومحمد عباس. في الآسيوي كوامي وإرك بيشاركون كلاعبين أجانب. فهني بتكون خيارات محدودة وصعبة للمدرب. بس أنا عن نفسي من أفضل كوامي أو إرك
يمكن إرك لأنه ما عندنا لاعب بديل على مستوى. قلب مدافع يقدر يلعب خالد الهاشمي مع قلب مدافع أجنبي، هذه كلها مجرد توقعات، وفي النهاية هي قرارات وقناعات المدرب هرنان كريسبو لاختياره للتشكيلة. نفترض في حال رحيل اللاعب عمير أدزيلي، شو الخيارات المتاحة للمدرب؟ عنده عدة لاعبين، جوناتا، سلطان الشامسي، واللاعب حازم عباس، هذه في التشكيلة المحلية. أما في الآسيوية في الارتكاز أنت ما بتلعب بلاعب مقيم، بتلعب بلاعب مواطن. فهالمركز عندنا يحيى نادر، خالد البلوشي، ومحمد عباس. جناح يمين عندنا سلطان الشامسي وحازم محمد. جوناتاس في الآسيوية يشارك لاعب أجنبي، في البطولة المحلية والبطولات المحلية يشارك لاعب مواطن. بعد بتكون عندنا نفس المشكلة في مركزين ظهير يسار وقلب مدافع يسار بين كوامي وإرك، هل بيشاركون اللاعبين في البطولة الآسيوية أو المدرب يلعب بلاعب وبيستغني عن لاعب؟ فمن وجهة نظري مشكلة العين الأساسية في مركزين، قلب مدافع يمين وحارس مرمى. فنتمنى التوفيق للإدارة فترة انتقالات الشتوية، إن شاء الله تتوفق في اختيار العناصر والتعاقدات، وإن شاء الله تتوفر الأدوات والعناصر للمدرب هرنان كريسبو للتحديات القادمة. إن شاء الله في فيديوهات جاية بعرض عليكم أجندة الزعيم، بنشوف المواجهات الجاية، مواجهات حاسمة إن كانت قارية أو محلية. وأبغى أشوف تعليقاتكم، شو احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وإن شاء الله إذا في أي أخبار رسمية راح أعرض عليكم من خلال البودكاست. ألتقيكم إن شاء الله في فيديوهات الجاية، في أمان الله.